والله انكسر ظهري من الشطف. لك يقطع هالبيت مساعته. ابو راشد، ابو راشد الحقني. ابو راشد وينك؟ خير؟ شوفي ليك ونط من هون، مرة من جنب رجلي. شو ها؟ مينو ها؟ جردو؟ لا، ابو بريس. وينه هلا؟ وين راح؟ ايه شو بيعرفني، دور عليه بنت نكات الزريعة. ايه هلا وين بتروح؟ وين بدك تهرب مني؟ وين؟ حاطين من عندك، رح حاطه أنا من عندي. لك شو هالحكي انت التاني، أنا فيني حيل حاطه، رح يجوب على قلبي من الرعبة. لا وين بدك تهرب مني؟ ها نبس راسه، نبس راسه، اضربيه من عندك. ولي شو اضربه؟ ما بدي، بخاف بخاف ليوم ينفخ علي. لك شو ينفخ عليكي؟ وين رحتي وتركتيني انت التانية؟ اضربيه 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 قبل ما يهرب. عجبك هيك؟ هرب؟ لو استعجلت لك شوي كنت لحقته. لحق عليك انت. لك شو دخلني انا؟ شغلة قتل الأبريزات شغلة رجال مو شغلة مرا. انا عملت اللي علي، حاصرته وارغمته انه يتجه لعندك. لو انت تمالكتي اعصابك شوي كنا قضينا عليه. تقضي عليه؟ ولك اخ، انا اللي رح يقضي علي هالعيشة بهالبيت. اخ لك ابو راشد، قديش صرنا ساكنين بهالبيت؟ شو بيعرفني؟ شو مناسبة السؤال هلا؟ أكثر من 30 سنة. 30 سنة؟ 30 سنة ومشت هي شي مرة تقتل لي أبو بريس واحد؟ ما في غير بتحاوط وبتحاصر وبترغموا على التراجع والانسحاب أو بتمنعوا من تحقيق أهدافه، أكثر من هيك ما طلع معك. أنا ما عاد أقدر عيش بهالبيت. وشلون صار لك عايشة فيه أكثر من 30 سنة بقى؟ وأنت قلت حاجتي لهون، يعني لو محكومة مؤبد كانت خلصت محكوميتي. أنا الأوان يا أبو راشد لحتى تفك أسري وترحلني من هالبيت. يا طيب ما بدي أعرف شو السبب. لهلأ ما بتعرف شو السبب؟ تلفت أعصابي أنا يا أبو راشد. شي بيطلع لي ابو بريس بارض الديار، شي بينط لي جردون من قلب المطبخ مثل ما صار فيي هلا، شي بلاقي فرخ حيه بين تركات الزريعه. لا هذا غير الصراصير والنمل وبقيه الزواحف كمان. يا ام راشد، كل البيوت العربي معرضه لهيك شي، يعني ما في ارض الديار وفيها زريعه بتخلى من شويه حشرات. انت الثانيه يلا، وانا شو الله جابرني عيش ببيت عربي؟ الله وكيلك يا ابو راشد، شطف الارض ديار رح يقصف عمري، وبعدين تنظيف الاوض والحيطان العاليه رح يجيب اجلي. ولا هي العليه كناسة درجها قليل؟ صدقني عم يقطع نفسي. لك امتى يا ابو راشد، امتى هيك بدي عشت لي مثل الخلق والعالم يومين بشقه صغيره محندقه فيها ابواب وشبابيك وفيها حمام وسيراميك ومطبخ امريكي؟ امتى يا ام راشد؟ انت عم تغلطي، مثل البيت العربي ما بتلاقي. ولك يلي بعيش هون بهالهوايات وهالطراوي بعيش بشقق مخنوقه؟ انا من جهتي قبلاني، قبلاني اختنق بشقه صغيره. المهم تخلصني بعدين. تعال اقول لك وين بدنا نجوز راشد. وين يعني؟ معنا هون. يو يعني ما بتعرف ليش الصبي صار فاسخ خطبته مرتين؟ بتعرفي ليش؟ لا، لانه تنقايتك عاطلة وما بتسوى. ايه لك ايه لك ايه طبعا ايه لا إيه لا مو مزبوط هذا الحكي، مو مزبوط منوب. بس لانه ولا بنت قبلت تعيش ببيت حما، كل بنت من بنات هالايام بدها بيت لحالها. الله يرضى عليك يا ابو راشد، دبر له بيت لابنك احسن ما يتعقد من الجواز ويضل عانس كل عمره. طيب لا حول ولا قوه الا بالله، ما كنا نخلص من هالكوانه بقى؟ كل هالشيء لانه طلع لك ابو بريس. لو كان طلع لك حنش شو كنت ساويتي؟ اعوذ بالله، فضائل قل هو الله احد انت الثاني. ابو راشد، اوعك تنسى تمرق لعند الدلال ابو زكي. مالي نسيان. اي شو رح تقول له؟ شو بدي اقول له يعني؟ بدنا نبيع البيت. لا مو بس هيك، فهموا انه بنقبل داكيشه، بنداكش على بيتين صغار. اي رح اقول له. ابو راشد خليه لقينا زبون بسرعه، كل ما استعجل كل ما بيكون احسن. شو مفكرتي حاطط الزباين عنده بالدرج؟ شوفوا الثانيه شلون بتزت الكلام زد. خلاص خلي شغلي على تيسير الله، انت الثانيه خاطرك.
الله معك. تفضل اخي ابو راشد. يسلم وديات ان شاء الله. اي شو قلت اخي ابو زكي؟ وقديش مساحه البيت؟ 120 متر وارضه ديار 100. حلو. طيب وقديش طالبين فيه؟ يا سيدي السنه الماضيه كان بدنا 4 ملايين. يرحم ايام السنه الماضيه، هلا السوق مهور وكل ماله لورا وما في هيك اسعار بنوب. ايه والمعنى؟ المعنى بدك تطري ايدك اذا كنت ناوي تبيع. لحد قديش يعني؟ 2 مليون 2.5 مليون وضحاك بعبك اذا جاك هيك سعر. ايه بس هيك ما بكفي حق بيتين. ما عليك انت، تريك الشغله علي اخي، انت بدك تبيع برخيص وبعدين بدك تشتري برخيص، السوق كله مهور. السوق مهور مهور، ما اختلفنا منوب، بس لا تنسى انه البيت بنص البلد. هالحكي كان زمان، هلا الناس عم ترغب بالضواحي، ما عاد حدا حاب يسكن بنص البلد. بعدين البيت مهرير بعرفه منيح، يعني اذا حبيت ترممه بتحط عليه بقرة جحي. هذا اذا وافقوا لك على الترميم، واذا عملت فالح وسرقت لك غرفتين على سطوح بجوز الاساسات ما تتحمل، وغير هيك البيت مخنوق وماله منفس هوا، حريق بالصيف وغريق بالشتاء، ومطبخه مغم وبيعمي على القلب. بقى اسمع مني وخلص منه على هون سبب. خلاص ابو زكي الله يرضى عليك، انت فصل ونحن من البيس، لا قلنا شي زبون بسرعه. ايدي بزنارك وينه؟ عين خير عين خير، ادعي لربك يجي بطريقنا شي واحد اعمى قلب يقبل فيه على علاته. لا ما بدنا اعمى قلب انت الثاني، بدنا شي زبون راكز هيك. الله يرضى عليك، يلا سلام عليكم دايما اخي. اهلا ابو راشد. الله يسلمك. مع السلامه. الله يرضى عليك. هو قال لك انه السنه الماضيه كان ممكن نجيب 4 ملايين؟ اي نعم. اخ لك اخ، بس لو سمعت كلامي. لك ابو راشد انا كم سنه صار لي عم نقف وراسك مش انا البيت. هو من جهه النق والساق، طول عمرك بتنقي وبتسقي، مو جديده عليك الشغله منوب. شو قصدك؟ مو قصدي شيء مو قصدي شيء، لا تستلميني 10 بلدي هلا تنيه. اي قوم افتح الباب قوم. اي خيرك. مين؟ انا ابو زكي مع زبون للبيت. ابو زكي لحق يلاقي زبون بهالسرعه؟ يلا يلا. اهلين وسهلين. اهلين، خذ طريق ابو راشد. ايه على عيني وراسي، تفضلوا. تفضلي مدموزيل. تفضلي مدموزيل. شرف شرف استاذ. تسلم. يلا يلا. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضلوا فوتوا. يعطيك العافيه اختي ابو راشد. الله يعافيك. ايه اخي هذا هو البيت، عاين وتفحص على كيفك. على اذنكم. تفضلي استاذ. بتعرفي سهير؟ المنطقة هون صارت مطلوبة كتير. ليش؟ لأنها بنص البلد بالسنتر، يعني قد ما دقر السوق بالضواحي هون ما بيدقر. بعدين كل شي هون قريب عليكي، نص مشاويرك بتقضيها مشي، مو أحسن ما تلتحشي بالضواحي وتتمرمطي بالمواصلات؟ بس كأنه بعيد عن الشارع شوي. كل ما بعدنا عن الشارع كل ما بيكون أحسن، على القليلة بنبعد عن الغبرة وضجة السيارات. شوفي شوفي قديش في ركونة وهدوء، والهواء نظيف لأنه العمار اللي حواليكي كله عربي، والشمس تضرب على الحيطان نص النهار، يعني بارد بالصيف دافي بالشتاء، وما في داعي لا نطلع على المصايف ولا نروح على البحر. بعدين أنا حاسب حساب لأولادنا بالمستقبل. شايفي أبها ديار هاي؟ رح أعملها أحسن ملعب لهم، وهون رح نصب لهم مرجوحة، خليهم ينططوا ويلعبوا ليقولوا حاجة. عفوا بالله قديش مساحته؟ 220 متر غير ارض ديار. وقديش طالبين فيه؟ نهايته 3 ملايين، ولو ما السوق داير ما بتحصلوه باربعة ونص، بقى شو قلتوا؟ ماشي الحال، رح نقلب موضوع براسنا يومين ثلاثة وبعدين بنرد لكم خبر، عن اذنكم. تفضل تفضل، شرفي مدام، شايفة المطبخ شو نشيل؟ بس مهرهر شوي. ما بده شيء، سطلين تان وشوية تظبيط بيطلع أحلى من مطابخ الدعايات. بعدين هنيك بالزاوية بتحطي لك تلفزيون صغير، وعندك هون بتقيمي الكراكيب كلها هي، وبتحطي ميكروويف،
وعندك الفريزر تحطيها بهذيك الجهه، هو بالنص تقدري تحطي طاوله صفراء، يعني تقدري تستعمليه مثل اوضه قعده. طيب في مي سخنه بالمجله؟ يا ستي منضيف سخان مي، ما مشكله. بعدين وينك؟ لا هيك ولا هيك، منقدر نحط جهاز طاقه شمسيه على الاسطوح. ليش الاسطوح له؟ ايه طبعا هيك الاتفاق. تعي تفرجي على الباحه برا شو شرحها وبتشرح الفؤاد. الله هالارض الديار حلوه كثير. هلا الاسطوح بيتعمر عليه كمان؟ لك بابا لك، اذا بتطلعي حواليك بتلاقي كله معمر. بعدين علاوه ما سمعت انه الجيران هون كثير اكابر واوادم، يعني ما حدا بيشتكي على حدا وكل واحد بحاله. بعدين بتشوفي لك شيء معطله بتسرقي لك غرفتين ومنافعون. سرقه؟ يعني ما في تنظيم؟ لك شو بكير تعبتي؟ نص بيوت البلد سرقه وخارجه عن التنظيم، مو هالمشكله الكبيره يعني. ابو راشد شلون الجيران هون؟ ممتازين ممتازين كثير. ها بعدين اذا ما بدك تعمري على الاسطوح بتقدري تستثمري، يعني جوزك بس يرجع من كندا بالسلامة رح ينبهر بالبيت، والمصاري اللي جايبهم معه بيقدر يعمل مشروع ويستثمره. بشو بده يستثمره؟ ولو فيك تعملي مطعم كافيتيريا، أغلب البيوت اللي مثل هاي القديمة عم يعملوها مطاعم كافيتيريات. بعدين شو اسمها هالشغلة؟ كلها شوية ديكورات وكم مقلوب وموسيقى هادية، وبتشوفي شلون بتقصي العملة قص، وهي دقني إذا ما بتشوفي السواح عم يكفتوا عليكم كفت. طيب إذا حبينا نعمل مطعم أو كافيتيريا بتترخص يا ترى؟ ولك يا بابا ما في شيء ما بيترخص، أنت بس تنوي أنا بدبر لك ترخيص. بابا ما عرفت قديش مصرياته؟ هو المهم يعجبك يا مدام، قلبي الموضوع كم يوم بعليك بعدين بنحكي بالمصاري. مثل ما قلت لك هاي الحارة بدها تتوسع، يعني البيت أكيد رح يغلى. تفضلوا تفضلوا معي لشوف. خدي طريق أختي أم راشد. إيه أهلين تفضلوا. شرفي شرفي شرف أستاذ. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. يلا يلا يا سلام يا سلام على هالبيت ما أكبره. تعرفي والله حاسس حالي كأني بالملعب البلدي. بينعنش القلب. بعدين وينك؟ إذا ما بدنا نسكنه فينا نأجرها. ليش بيتأجر معنا؟ الله يسامحك قلبي تأجر قاد. أصلاً السفراء الأجانب ما عادوا سكنوا إلا ببيوت عربي، حبوها كتير السكنة بالبيت العربي، عم يدوروا على هيك بيوت بسراج وفتيلة. والله أنا سمعت هيك شيء. لسه من يومين ثلاثة طلب مني سفير تركمانيا 3 بيوت إله وللقائم والملحق التجاري. بعدين هدول الأجانب دفيعها ما حدا بيقول لي كتير ولا قليل، أبداً أطلب تعطى. بعدين وينه؟ إذا ما حبينا نأجره فترة طويلة منأجره يومي أكيد للسياح، وغير السياح كمان بيتأجر للتصوير التلفزيوني. لك شو ما عم تشوفي مسلسلات محلية أنتي؟ يه طبعاً عم شوف. ثلاث ارباعها عم تتصور بالبيوت العربي. الله وكيلك بيموتوا على هيك بيوت. بعدين بتعرفي قديش بيدفعوا كل يوم إجرة؟ 2000 ليرة، يعني بالشهر 60,000. وهالشغلة دوارة على مدار السنة صيف شتاء، والحمد لله مسلسلاتنا مطلوبة بكل المحطات الفضائية العربية ومنتشرة كمان، والكل عم يستفيد. هو البيت معقول ما بوشي، بس يعني لو هلأ ما رح نعطيهم رأسنا خبر مشان ما يرفعوا السعر ويطمعوا علينا. تركي علي إيه سيدي، نحنا رح نفكر هيك يومين ثلاثة بالموضوع وبعدين أرد لكم خبر. على راحتك بستناك بالمكتب. تفضل. حارة مرتبة كتير، وهذا هو البيت أخي. إيه والله راح تنبسط منه كتير. يا سلام شي حلو كتير كتير، هذا طلبنا. شايفني هاي الحارة ضيقة، معناتها ما في سيارات تفوت وسيارات تطلع. لك تساوي مستودع ما بيلزمها غير شو هونداي وعربيتين صغار بس. يا الله يا الله خذوا لنا طريق يا جماعة. تفضل عمي تفضلوا تعالوا. شرفوا شرف عمي. تفضل يا الله تفضل استاذي. أهلا وسهلا. صريف واسع وكبير، شايف بابا؟ شايف هذا البيت إذا حبينا ما عملوا مستودع فينا نساوي مشغل، كل المشاغل بالحريقة بيوت مثل هي. كم ماكينة ومقص وأربع خمس عاملات، صار في عنا معمل قمصان أو بيجامات.
شايف هالوساع شايف؟ بعدين الترخيص الصناعي والسجل التجاري ما في أسهل منه. وإذا شغلنا مشي وما عدنا لحقنا طلبات على السوق منقدر نضم شي غرفة من هالغرف ومنسقط فيها كم ماكينة ومنقول يا ميسر. مزبوط مزبوط. شايفة يا أم راشد؟ شايفة؟ شايفة قديش البيت مرغوب؟ هي صار جاي أكتر من 10 زباين. معك حق يا أبو راشد، يمكن نحن ما كنا عرفانين قيمته. بيت مهوي ومشمس وبنص البلد، شلون بدنا نتنازل عنه؟ بعدين فينا نسرق غرفتين على الأسطوح، الجيران حوالينا ما حدا بيحكي شي. إيه والله فكرة، على القليلة بينضب فيهم راشد. بعدين فينا نعمله قهوة مثل ما قالوا آخر دفعة من الزباين. بالفعل شغلة بتقص العملة قص. كيف كانت غايبة عن بالنا يا أم راشد؟ أبو راشد إذا بدك من أجره لسفراء أجانب أو لتصوير تلفزيوني. يا سيدي بالمستقبل فينا نعمله مشغال. بالفعل يا أم راشد هالبيت كنز، كنز حقيقي. شايف منيح اللي ما فرطنا فيه. حيّة أبو راشد، حيّة حيّة حيّة.